مع حلول موسم دراسي تقف الأسر مكبلة أمام الزيادات التي تفرضها بعض المؤسسات الخاصة. justement puisque المدارس دابا ولات بحال اي شركه زعما خصوصيه زعما شركه تتقلب على الربح ما بقيناش نشوفوا المدرسه عندها زعما هدف نبيل هو واحد زعما جاسور واحد لونسينيمون الناس وللاسف دابا زعما كاين لونسينيمون بوبليك ولا فواحد الحاله اللي ما نقدروش نحطوا فيه دابا وليداتنا دونك لي بارون سي تروف اوبليجي باش يخدموا باش بوغ اسيغي زعما كاين واحد لونسينيمون بلوز او موان زعما كوريكت ودابا تلقاو افيكتيفمون المدارس دائما تيزيدو الاباء بعد ما سمع عندهم واخا تيهضروا لي قالوا زعما كاين مع جمعيه الاباء ومع الاتفاق ديال الاباء ما تنقدروا نديروا والو سي كوم سي يدينا مكبله وراه بطبيعه الحال اضطريت ديه لمدرسه الفلوس على قبل على حساب نهار المخزن مدارس المخزن يعني ما تيقريوش التلاميذ فعلا والو ايوا فعلا هاد زيت هما زادوا فيه فعلا هاد زيت خاصنا نعرفوا حتى حنا نوسطوا بين هاد الانسان اللي تيزيد وبين واش هاد الدري تيطلع حتى هو في الزياده في القرايه ولا تينقص كل عام تنزيدوا 100 درهم مضطرين ما كاينش جمعيه ما كايناش اللي يهضر عليك ما كاينش مضطر تزيدي 100 درهم لا حتى الا خرجتي انت راه تيقول لك هز ولدك وديه واي مدرسه مشيتي ليها راه ضروري من الزياده الزياده كاينه بزاف صراحه كل عام لا الكبير ساير سمعت تمشى الاعدادي ولكن بالنسبه للصغير لقيت المشاكل كانوا عندي بجوج كان بيناتهم تقريبا عامين فهمتي ملي طلع الدري الاعدادي اضطريت اني الدري الصغير حتى هو ندوزو للمخزن لانه بالنسبه عندي بجوج كيقراو في البريفي صعيب انك تساير معاهم صراحه وبالنسبه للدري الصغير اضطريت انني ندوزو للمخزن والاسر تقبل زيادات مرغمه باعتبارها التعليم بالمؤسسات الخاصه افضل من المدارس الحكوميه كاباء المهم الحمد لله ملي كنسمعوا مدرسه البريفي وهذه فيها مراقبه فيها سلوك زوينه كنفضل انا بريفي على مدرسه المخزن حيت مدرسه المخزن ما فيهاش المراقبه ولو انا ما عنديش استطاعه باش نقري وليداتي كاملين بريفي ولكن انا فضلت نقري الولد ديالي حيت فايتين تعداو ليا على بنتي صغيره كنت كنقريها في مؤسسه مدرسه ديال المخزن كنت كنقريها تكرفسوا ليا على الدريه بنتي ثلاثه الدريات ضربوها وسط المؤسسه ومشيت عند المدير وهادي يعني ما كاينه لا مراقبه لا والو فضلت انايا نموت ونتقاتل ونقري ولدي في مدرسه البريفي علاش حيت كاينه المراقبه واخا الحاله ضعيفه المهم كتجاهدي باش تقري وليداتك باش حتى هما يوصلوا دونك لو سيستيم سكولير في المغرب كاين دوبل فيتاس كاين البريفي سيكتور بريفي بوحدو وسيكتور بيبليك بوحدو لو شوا اونتر لو سيكتور بيبليك و سيكتور بريفي ديبون ديال الميزانيه الماليه ديال الميزانيه ديال 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 لا بيرسون الاب ولا الام واش عندهم حيت كنهضروا على البريفي كنهضروا على ما بين 1500 درهم حتى 3500 درهم حتى 4500 درهم ملي كنهضروا على البيبليك ما كايناش لا كاليتي لان علاش كاين ازدحام في الاقسام الاستاذ ربما اللي كيقري ربما تيقري في البريفي وتيقري في البيبليك سكي في داكشي اللي غادي يعطيه في البيبليك ما غاديش يعطيه في البريفي لان لي با موتيفي خاص سيرتو في التعليم عندنا هذا اون جينيرال لو سيستيم ايديكاتيف اي لي طون بان الدخول المدرسي كيدير لك واحد المواتي ديال الصالير ايماجيني دو وايماجيني عندك الكرا وايماجيني عندك الماء وعندك الضوء لو بريفي في واحد المساله بان كيضمن لك النجاح ديال لونفون سيغمون كيقولوا 100% وامام ارتفاع الواجبات الشهريه مع الزيادات المستمره اباء ياملون في تقنين المجال الاباء بحال لي بخوا وهذوك لي بريداتور بحال في الغابه تقدر تجري باش ما يشدوكش ما يشدوكش ما قدرتيش راه غادي تاكل العصا لانه ديما هما ما كاينش التقنين ديال الاسعار ديال الاثمنه كل واحد كيشرق اللي كيقرب كيبغى الثمن دابا كنهضروا على الثمن كنهضروا كيوصل حتى ل 12000 درهم دابا بام راه كاين 12000 درهم راه كاين 12000 راه كاين 1500 اش نقول لك اصغر هذا راه كتلقى 800 700 ونول ما كتلقى والو واحد شرا دار وعطو خدا لوتوريزاسيون وهذا ودار فيها 3 ايطاج وبدا كيصبغ الاخضر والاحمر والاصفر ودار المؤسسه الدوله خلاتنا منا لي بريداتور
اوني لي بخوا منا لي بريداتور. الدوله ما عندهاش هذا، حيت ديجا الدوله هي بعدا ما قدرتش حتى السيكتور بيبليك ديالها ما قداش عليه، عاد غدوز للبريفي. وتنطلبوا من الدوله فهاد المنبر سي جامي الى سيغ با هي سي ريسبونسابيلتي اوما تقنن لينا هاد لونسينيمون، اوما تقنوا بوغ اسيغي بوغ كونترولي هاد لي بري بعدا رابور كاليتي بري بيسكو دابا ولا من هبا وهب زعما تو الموند بو فار دابا اون ايكول ولا تيتاجروا فيها وكل شيء أم تقنن هذا المجال. في البدايه كنشكر الطاقم ديال شوف تي في الحضور ديالو داخل المؤسسه. بالنسبه لهذا السؤال ديال ان يعني الزيادات سنويه وهذا، بالنسبه لنا احنا كمؤسسه ما عندناش هذا المشكل، لان اصلا احنا كنتواجدوا في سيكتور بوبولير، دونك حتى الطاقه يعني القدره الشرائيه ديال الناس وديال لونتوراج وهذا احنا عارفينها، كيفاش غنزيدوا؟ حنا بالنسبه لنا كمؤسسه ما تنزيدوا، صافي 5 عام ما عمرنا ما زدنا شي ريال، داك الشيء اللي بغينا عليه في الاول الحمد لله غاديين ماشيين به هذا، ولو ان يعني راك عارفه المؤسسه راه عندها احتياجات، كاين طاقم تربوي خصو سنويا تزيدوا. شخصيا انا ما تنكرش انا مع تقنين، لان ربما المؤسسات كل مؤسسه شحال كدير، انا ما نقدرش نقول لك مثلا يعني كاين اللي كل وحده باش كتبدا ب 500 هذا 600 حتى 2000 هذا الله يحسن العوان، ولكن يا ريت يديروا معايا واحد الباغيم يعني فوالا انو با ديباسي، تبدا من هنا وسالي هنا فهمتي، لان حتى الناس هو ديك الساعه تيبقى اختيار الاباء. بالنسبه لي انا مع التقنين سورتو هذا بالنسبه للواجب الشهري. هي المؤسسات الخصوصية بين التعليم والتجارة والآباء مجبرون على الاستسلام للزيادات أمام غياب التقنين.